ناس غردايه، تحياتنا ناس غردايه يا حسراه، تحيه لي تحياتي حسين بن حاج فانزي، تحياتي ليك من مساك من مساك فلسطين، اكيد تحياتي فلسطين غالي. ايه على فكره، فلسطين بعثوا لي كثير، بعثوا لي فلسطيني وقالوا لي غني فلسطيني ان شاء الله. انا عمري ما غنيت فلسطيني ولكن راح نحاول اني اغني فلسطيني باذن الله تعالى. اكيد يحبوني فلسطيني. يعني البارحه مش قال لي كومنتير، شوف البارحه شوف كل التعليقات، دخلت الى صفحه الام بي سي على اليوتيوب ورايت كل تعليقاتكم، ولفت انتباهي تعليق اخوتي من فلسطين، فقد كانوا راحت لقد كانوا جدا مسرورين بعبوري بتلك الاغنيه اللبنانيه. فاتوعدكم باذن الله تعالى اني سوف اغني اغنيه فلسطينيه باذن الله. تحيتنا الذكرى، مش رايكم نعرف نهضر اللغه العربيه؟ اللي غادي ندير روبورتاجات عمر. إنه فصل الربيع، يشتهر فصل الربيع بتفتح الزهور وعطر الورود، والكل يفرح ويمرح. يعيش الحوت الأكبر، يعيش الحوت الأزرق في المحيطات، بينما تعيش القروش في المحيطات الباردة. أين الحوت الذكر؟ أين الأنثى؟ ربما انه فصل تزاوج. ناسيونال جيوغرافيك تعرفوها بيك مليحة هادية. الله يخليكم، شكرا لكم انتم اللي حضرتوا اللايف. يا الهي انه قرش ازرق، انه كبير جدا. يا ترى اين الصيادين؟ اين شيكيتا تشيكي تشيكيتا تشيكي تشيكيتا تشيكيتا غبي غبي. نانو اللي كاتبه نتلاقى بك ان شاء الله يا ربي باذن الله. حسين رد على تعليقي، مش تعليقك يا بنت الناس، ما عرفتوش ولا منال منال اجيام، تحياتنا ليك. تنفع مذيع بالدرجه الاولى او دوبلاج؟ نعم سوف نعمل دوبلاج باذن الله تعالى بعد ذا فويس. هذا قلت لي تمريض، انتم اللي مرضتوني يا خالتي، حطيتوني في ريسبونسابيليتي وكل مره تفوتوا عليا وتصوتوا عليا باش نربح وتقولوا لي ما نمرضش. نمرض، انتم اللي مرضتوني اكيد، حاجه باينه نمرض. تحيه لاسماء، تحيه لاختها اسماء، اخت اسماء تاع تيلي نيوز مغرب. انت رجل البريه؟ نعم انني رجل البريه وأعيش في المستنقعات. غني ديزرت روز إن شاء الله، ولماذا إن شاء الله غني إن شاء الله غني. واش إحساسك كي جالك حماد؟ خلعني يا خالتي، كنت واقف كيما هاك مانيش عارف كاع النتيجة، جا لعندي شدني في يدي طلعني، سي نورمال نخاف، راك فاهمين كيفاش. قل الدراجي في تعليق، لا الدراجي والله ما نعرف له، ما نعرفش اصلا ما نعرفش ندير تعليق تاع الفوتبول، نعرف ندير شويه دبلجه عمر. يا الهي كم انتم رائعون. حسين بن حاج، يشتهر حسين بن حاج على صفحته في الانستغرام باقوى فولورز في العالم. عندكم فيه 3000، وصلنا 3000، 3015 ما شاء الله. غني محمد عساف، لا انا محمد عساف كل واحد صوته، انا صوتي بيس يعني صوتي قرار، صوتي لتحت، انا باريتون باس، باريتون باس في الموسيقى يعني صوت خشين لتحت، دونك العالي يستحي نغني فيه لانه اصلا صوتي خشين، وهكذا راني متحدي يعني الصوت تاعي ونوصل نوطات اللي ممكن الناس عاديين ما يوصلوهمش الحمد لله. هذا كله بتمارين تاع دكتورة جيهان ناصر اللي ربي يخليها لي، راهي كل يوم تزيد تعطيني امور يتفتح بهم صوتي. تحيه
تحياتي لكم جميعا أعزائي المشاهدين. سوف أقول لكم شيء ولكن لا تزعلوا، لا مش هزعل، لكن لا تزعفوا، لا لكن لا لا تقنطوا. لا علينا، أحلى صوت في العالم كله مش الوطن العربي بس. ربي خليك حسين، واش رأيك في تجربة ألحان وشباب؟ تجربة في ألحان وشباب أتركها لنفسي، هذه خلوها لي أنا برك. هاي طلعني معك لايف نحكي شوي. ايه تحياتنا للناس ناس ناس الجزائر العاصمة البارح اللي، وتحياتي لسهيلة والفانس تاعها سهيلة بلاشها بربي يخليها اختي ان شاء الله اللي فرحت لي البارح. شفت فيديو هكذاك في يوتيوب فرحني فرحني، هما الطلاب تاع السيزون هذه تاع الحام شباب اللي كانوا فرحانين دايرين حسين ربي يخليهم لعبكم. الدمعة طاحت لي البارح اقسم بالله نهار اللي شفت سهيلة مع الطلاب الحام شباب، فرحت 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 فرحت، لاني في يوم من الايام كنت تماك وراني حاس شام حاسين ما شاء الله. نقول لهم ما تفرح ما تحزنوش لانه هذيك اكبر فرصه في الجزائر، برنامج كيما هذاك راح يفتح كثير بيبان اكيد، وان شاء الله تخدموا على رواحكم بعد باسكو ما تستناوش واحد يجي يرفدك لازم العمل، باسكو احنا النهار اللي خرجنا من تماك ما لقينا حتى واحد يعاوننا اكيد. احنا خرجنا ممكن في 2000، دخلنا في 2012 خرجنا في 2013 ورانا في 2018، 5 سنين ما درنا والو. علاش؟ باسكو ما عندناش الحمد لله دوماج، ما عندناش صناعه النجوم، ما عندناش الصناعه الفنيه في الجزائر، هذا الشيء اللي نتحسروا عليه. ولكن هكذاك راح نحاولوا اننا نخدموا من اماكن اخرى من مناطق اخرى ونوصلوا صوتنا ونوصلوا فننا باذن الله تعالى. والفنانين والموسيقيين في الجزائر ما فاهمينها، فاهمين شنو نقول. اي واحد فيكم يفهم في الموسيقى ويفهم في الامور، يفهم في الماركتينغ صوره تاع الموسيقى والانتاج الموسيقي راه فاهمني شنو نقول. ما زافوش كي نقول انه ما كانش فن، بلاكس كاين فن، ما كانش انتاج، ما كانش انسان يرفد بيك، فهمتوني؟ اي انسان راه يخدم من برا. هذه ربي يخليك رانيا حسين راح تويتر تاع 3 سنين وسكروا لي رقم جيزي. علاش؟ ناني بدات تشكي. شكون ناني؟ وروني شكون راح تهبلنا. محال نجوز اليوم بلا ما نسمع غناك يا جماعه. ما تنساوش حاجه برك، سينياليو قال لي السينياليو قال المصايب. ارواح عم سقسي عليك. ارواح هذا اللي تقصد عليه. شوف شحال واحد يتبع فيه هكذا خير الله. انا يا وجه والله لسه يتقصد عليك اقسم بالله. قالوا لي احمد ورا، قال لي ما زعلتش احمد كي خرج. قلت لهم اكيد خويا زعلت انه خرج ولكن ما زعفتش على خاطر ما راه اعرف. قلت يلا معلش هو بيكمل المشوار وان شاء الله يا رب يروح وان شاء الله يا رب هيك. قول لهم تقبروني، هو بيكفينا المشوار. تقبروني ونكون فخورين فيكم، وانا فخور والله فخور باحلى صديق، فخور بشعب الجزائر وفخور بكل الشعوب. صح تزور الجزائر وما تزورهم اكيد. والله جاي على الجزائر، جاي جيش وجاي احمد. فرحوا بيك فرحوا بيك. جاي حلوه والله ان شاء الله يا رب. واكيد والله يعني عن جد يا بختكم بحسين. حبيبي هذا اخوي، انا مش صاحبي، اخويا باش نتفاهموا، هذا اخي ليك مش يشبهك هو روجي وانا كحلوش اخاتي وجاب الجاب. في بيخلق من الشبه اربع. ايوه بس شعراتي لازم أيوة. اعملهم مثلك مشان تحيي الجزائريين عم يموت عليك، حتى السوريين راهم حاضرين معنا. اكيد الشعب السوري كله معنا. ايه ربي يخليه ان شاء الله. العالم العربي قاع راه بعد ما طلع اخر سوري شو بدنا نسوي؟ ايه لا حبيبي هلا خلاص المستقبل مازال ان شاء الله. انا كنت متمني يعني اقدم شيء حلو لبلدي بس يعني الحمد لله على كل الحمد لله اكبر فوز هو الجمهور. أكيد. وإن شاء الله في الجزائر راح نجيبه أخوتي. أيه. نجيبه يغني معي في الجزائر وتحضروا له قابل بإذن الله تعالى. أكيد أكيد. ياك واجد. أكيد. يلا عن إذنكم. راح لازم يروح حاليا. طيارته راح نودع صاحبي. حبيبي. أوكي. راح نجي عندك. نكمل لايف مع أصحابي ونجيك. مسكين ورايح اليوم في الليل لازم يهبط لسوريا.
لازم نودعه، لازم مش معناها معنا كاع احنا مساكن اللي خسروا البارح، لازم نودعه لانهم السابقون ونحن اللاحقون. لا مسخره. اكيد الجزائر وسوريا وطن واحد. المهم خاوتي ما تزعفوش مني، لازم نروح خاطر لازم نودع اصحابي راهم رايحين كيما انتم احبابي وصحابي، هما ثاني صحابي لازم تشوفهم، لازم نودع حمر عبا كان اللي زعفان كان اللي مقلق كان اللي تعبان، لازم نطلع لهم مورال. المهم ما نطولش عليكم، الحمد لله عليكم لاباس عليكم وربي يخليكم، ان شاء الله لازم نفرحكم اكثر واكثر وتهلاو في روحكم ياسر ياسر ياسر، ونموت عليكم والله ما تقدروا تتصوروا شحال نموت عليكم. المهم ابقوا ناشطين و ما عادش نزيد نطلب منكم، درتوا كل شيء انتم درتوا.